احنا في محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بموقع جبل الزيت. المحطة يا فندم قدراتها المركبة 580 ميجا وات بعدد مراوح 290 توربينة رياح أو مروحة زي ما الناس بتسميها. القدرة المركبة أو الكباستي بتاعة التوربينة 2 ميجا وات. الطراز بتاعها J80 J اللي هو اختصار أول حرف من اسم الشركة المصنعة و 80 اللي هو القطر بتاع السواب إيريا بتاعة التوربينة الرياح وكده عشان التوليد عشان نصل لل 2 ميجا كقدرة مركبة وبتصل ليها بالفعل في موقعنا هنا في جبل الزيت نظرا لارتفاع متوسطات سرعات الرياح هنا طوال العام وبتصل لحوالي قرابة 10.5 متر على الثانية. القدرة المركبة للمحطة 580 ميجا وات. التلات مشاريع دولت تمويل ألماني، تمويل أسباني، تمويل ياباني، وفي مشروع الحمد لله بفضل الله المشروع الرابع داخل ان شاء الله خلال الفتره القريبه باذن الله في سنه 2023 زي ما المهندس احمد تفضل. يعني عندنا هنا السيلفرات دي برضو دي بتنقل البيانات بتاعتنا على الكمبيوترات اللي موجوده في الشاشات اللي موجوده عندنا ديت، وبنتابع برضو اعمال هجره الطيور الخاصه بالموقع اللي هو فصل الخريف، وبنقدر نتحكم برضو في موضوع الفصل والتشغيل الخاص بموضوع هجره الطيور.